لنا عودة إلى الأخبار ولكن بعد الرياضة مع جورج. مرحبا جورج. هاي استاذ ماجد. هاي جورج. استاذ جيسيكا. شو أبرز أخبارنا؟ الرسم اليوم. شو أبرز أخبارنا؟ أبرز أخبارنا تنس، كرة قدم، رياضة ميكانيكية، إضافة لأخبار بطولة العرب بالفوليبول. تفضل. Thank you. البداية إذن مع التنس ومسابقة الديفيس كاب، وهي المسابقة الأهم على صعيد المنتخبات بعالم التنس. أكيد رح تكون مع منافسات المجموعة العالمية الورد زون، ومنافسات كتير قوية كانت عم تصير، شهدت مفاجآت بهالدور الأول، أبرزها مع فوز المنتخب الكندي على نظيره الإسباني بمفاجأة 3-1، وبدين كندا بتأهلها لميلوش راونيش المصنف 15 بالعالم اللي حقق النقطة الثالثة بتغلبه على غييرمو غارسيا لوبيز الإسباني 3-0 بساعة و57 دقيقة من اللعب، وكانت كندا تقدمت 2-0 باليوم الأول. إسبانيا فازت بالدبل قبل ما يفوز راونيك بهالمباراة الرابعة والمهمة. أما المنتخب الأمريكي وبأرضه بفلوريدا كان عم بيتغلب على المنتخب البرازيلي 3-2 بصعوبة كبيرة. الأمريكي سام كويري كان عم يفوز على تياغو ألفيس بالمواجهة الخامسة بثلاث مجموعات لصفر، وعم يضمن تأهل الولايات المتحدة إلى الدور المقبل لمواجهة منتخب صربيا. نوصل للفوتبول مع ختام المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. مواجهة كتير قوية كانت عم تصير مبارح المساء بالبي أرينا بالليفركوزن، استقبل فيها نادي باير ليفركوزن الثاني بروشا دورتموند الثالث قبل هالمواجهة. ماركو رويس افتتح تسجيل للفريق الأصفر بالدقيقة الثالثة، وأضاف بالدقيقة التاسعة ياكوب بلازيكوفسكي هدف 2-0 من ضربة جزاء. من بعدها بشوط تاني بيعود ليفركوزن بقوة ليقلص الفارق عبر ستيفان رينارتس بالدقيقة 58، وبعد 4 دقائق رينارتس بيعادل الأرقام 2-2، لكن دورتموند بيخطف الفوز عبر مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدفه 13 هالموسم بالمركز الثاني بترتيب الهدافين. دورتموند بيخطف المركز الثاني بهالفوز بفارق 12 نقطة عن فريق البايرن صاحب المركز الأول. نوصل للدوري الإسباني وأيضا منتابع نتائج الدوري الإيطالي بهالويك أند اللي تسجلوا. المرحلة 22 مبارح بختامها شهدت تعادل فالنسيا مع برشلونة 1-1. أتلتيكو مدريد كان عم يتغلب على بيتيس 1-0، بوقت كان الريال عم يسقط مساء السبت مع غرانادا 1-0. وبالترتيب برشلونة دائما بالمركز الأول بعيدا بفارق مريح عن أتلتيكو مدريد والريال وملقا وبيتيس. أما بالدوري الإيطالي فمبارح كنا مع فوز جديد لليوفي على كييفو بختام مرحلة 23-2-1. لاتزيو سقط خارج أرضه مع جنوا. ميلان فاز على أودينيزي 2-1 بهدفين لماريو باروتيلي بأول مباراة للمهاجم الأسمر مع فريقه الجديد. سيانا فاز على الإنتر 3-1 بمفاجأة. بالترتيب منشوف الميلان عم بيتقدم وصار بالمركز الرابع، بينما لا يزال أكيد اليوفي بالمركز الأول بفرق 3 نقاط عن نابولي. نوصل لكرة السلة الأمريكية NBA بوحدة من أقوى المواجهات اللي صارت مبارح المساء. ديترويت بيستنز كان عم بيستقبل على أرضه فريق LA Lakers اللي عم بيعاني بهالموسم بعد ما كان مرشح إنه يقدم واحد من أفضل مواسمه مع كثرة النجوم بفريقه. هالمباراة غاب عنها لاعب ارتكاز الليكرز دوايت هاورد، لكن رغم هالشيء الليكرز قدم مباراة جيدة ونجح بالفوز بالثواني الأخيرة 98-97 مع تألق عملاق الإسباني باو غازول ب 23 نقطة و10 متابعات، وكوبي براينت مع 18 نقطة، بينما كان جريج مونرو أفضل لاعبي البيستنز مع 20 نقطة. نشير أنه كان الفوز رقم 22 للليكرز مقابل 16 خسارة، بينما تلقى الديترويت خسارته 30 مقابل 18 فوز. بأبرز بقى النتائج انتصار بوسطن على كليبرز وتورونتو على أو ميامي على تورونتو. نوصل للرياضة الميكانيكية مع فريق جديد عم يطلق سيارته للموسم المقبل. الفريق هو بطل العالم بعام 2012 وعام 2011 أيضا، فريق ريد بول رينو يلي أطلق سيارته الجديدة من بريطانيا. السيارة يلي بتحمل اسم الـ RB9 بحضور كبير لوسائل الإعلام المحلية والعالمية، وظهر اللون الأرجواني على أجزاء مختلفة من الـ RB9 بعد التعاون الجديد مع شركة إنفينيتي يلي ظهر شعاره على جوانب السيارة. مصمم سيارة الريد بول أدريان نيوي يلي قاله الفضل الأكبر بوصول الفريق لأعلى المراتب، قرر الاحتفاظ بنفس تصميم السيارة تقريبا، خاصة من الناحية الأمامية، وهي تعتبر نسخة متطورة عن سيارة الموسم الماضي. بنشير أنه بطولة العالم بالأفوان للموسم المقبل راح تنطلق ب 17 أدار المقبل.
نختم اخبارنا مع الفولي بول ومع انطلاق البطوله العربيه اللي عم تصير بلبنان للسنه الثانيه على التوالي وعم يستضيف اكيد الاتحاد اللبناني للفولي بول حتى 10 شباط الجاري برعايه وزير الشباب والرياضه فيصل كرامي. المباريات عم تصير بمجمع ميشيل المر الرياضي بالبوشريه وبملعب النادي الرياضي غزير. بالمباراه الاولى استهل الشبيب البوشريه بطل لبنان المنافسات بخساره امام سحم العماني 2-3 بمجمع المر بالمجموعه الثانيه وغاب عن الفريق اللبناني التنسيق والتجانس على أرض الملعب. كما تلقى فريق الأنوار الجديدة وصيف البطل خسارة غير متوقعة مع نظيره العربي الكويتي 3-1 على ملعب المر أيضا ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هذه كانت أبرز أخبارنا. ماجد وجيسيكا، أعود لكم. مرسي جورج.